زيكا مهاجم النصر الذي يبحث مع النصراويين على أن يعود إلى التسجيل وإلى الشباك. صافرة الألماني بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة أيها الأكارم طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم. هذه أجمل تحية مني محدثكم عبد الله الغامدي. نصراوية عند حمد الله، نصراوية يا عيني يا حمد الله. عبد الرزاق بمر، عبد الرزاق بمرر إلى برابط، برابط راح، برابط بيروح عليه ثلاثة من لاعبة الرائد، لكن ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة. ارسل لك كرة عرضية باتجاه دوخة، ودوخة يحصلها في اللقطة الماضية. محاولة نصراوية أولى في اللقاء، كرة أولى على طريق برابط. لسه الأمور لم تتضح، الفريق لم ينسجم بعد، لم يظهر بالشكل الجيد. كرة إلى حمد الله، حمد الله، حمد الله بمر، حمد الله، الله. هذا الراقي اللاعب الجميل جهاد يرسل الكرة إلى العمري، قدمة قوية وتسديدة قوية، نعم قوية لمصلحة الرائد. الكرة إلى كورنر عند بيتروس، عالية طويلة رأسية وفرصة، وحمد الله، وحمد الله، هدف أول نصراوي بحمد الله الأيام، بحمد الله الأرقام، بحمد الله الذكريات والتاريخ والأحلام. حمد الله يظهر في الدقيقة 18، كيف له أن يغيب وهو صديق الشباك؟ كيف له أن يغيب وهو عنوان لكل الأهداف؟ شوف حمد الله، شوف حمد الله في الستة، لا يترك بهذا الشكل أبدا، لا يترك بهذا الشكل من أمام الفهد. ظهر حمد الله، ظهر حمد الله وسجل أول الأهداف. الله الله على الجوليادور، على الجوليادور النصراوي الكبير، على صاحب الأرقام والتاريخ والأهداف، صاحب الأرقام الإعجازية والقياسية، يظهر حمد الله وكيف له أن يغيب. كثرة يعني تتكلم عن 53 هدف في 22 مباراة، قابلة للزيادة، قابلة للزيادة. جوليانو، جوليانو كادت أن تكون أي عودة يا جوليانو، كادت أن تكون أي عودة يا جوليانو. عندما يسجل 17 انتصار وتعادل وخسارة وحيدة، جهاد الآن بتمريرة ما بين الأقدام وصلت إلى جلال، إلى جلال، الله حلوة يا داودي. إلى برابط بالقوة، 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 بالسرعة، كيفما أردت هو سينطلق، كيفما شئت هو سيتحرك. حمد الله، حمد الله، أوهو ضيعتها يا حمد الله، ضيعتها يا حمد الله، مع إبداع أيضا من دوخة. الرائد في الشوط الأول يعني في 40 دقيقة تقريبا عند كورنر كان مرة لجهاد ومرتين، كان ركلتين ركنية لمصلحة الرائد وتسديدة للعمري فقط. الآن، الآن فوزير، الآن فوزير، في راية، في راية، في راية، في راية، وفي راية، وفي تسلل على فوزير. كرة وصلت عند العمري، العمري باتجاه جهاد الحسين، يا عيني يا عيني يا عيني، وصلت إلى ماركو، تسديدة من بعيد، تسديدة من بعيد يا ماركو، من بعيد، ليست خطرة على براد جونز، وليست أيضا تشكل أي خطر على مرمى النصر. رابط آخر كرات الشوط الأول يا نور الدين، الضغط عليه من لاعب، من لاعبين، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، شوف كيف يمر ويمرر. الله يا جوليانو، يا جوليانو، يا جوليانو، أنت وحمد الله اثنينكم، كل واحد، كل واحد يبغى الثاني، يبغى الثاني يسجل، ولكن كل الكرات بتضيع. كرة بتعود إلى محمد العمري، معها أيها الأحبة، أيها السيدات والسادة، شوط مباراة أول. نعم هو متوسط المستوى إلى أقل من ذلك، في عدة محاولات، عدة فرص نصراوية. حمد الله يبقى هو صاحب الهدف الوحيد في شوط المباراة الأول. أركو في الصورة أيضا بالنسبة للكاميروني الآخر أرنولد جوم. صافرة بداية شوط المباراة الثاني أيها الأحبة، أيها الأكارم، الشوط الثاني يظهر مع صافرة الألماني. أيها الأحبة هذه أجمل تحية مني محدثكم عبد الله الغامدي. بالنسبة لي لاعبة النصر بينما مختار علي وجهاد وفوزير، أولى ريدوية، هي
الأخطر في المباراة. نعم هي الأخطر للرائد في المباراة. نعم انطلاقة جميلة من فوزير. شوف فوزير، شوف فوزير تحرك، والتمريرة التمريرة التمريرة من جلال، من جلال، من جلال، وصلت عند فوزير، والتصدي كان من برادلي جونز. تعود إلى فوزير الآن، الخطر كله عن طريق هذا المغربي. عودة إلى جلال، الداودي عالية، برادلي وماركو، سقط جلال، الكرة عادت عند العبيد، العبيد تمريرة والكرة بتعود. إن لم يسجل النصر هدفا ثانيا فالرائد سيعود، الرائد سيعدل. الكرة وصلت إلى ماركو، ماركو بيتقدم، ماركو بيمر، ماركو الله عليك يا كولومبي. تصل إلى الأمام، إلى الأمام باتجاه سلطان الفرحان، سلطان إلى جهاد، جهاد يا عيني عليه، يا عيني عليه، ماركو 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 مستحيلة يا ماركو، لا 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 لا. فيها مرتدة، فيها مرتدة، فيها الدوسري وفيها مرابط وفيها تأخر كبير جدا من الدوسري، فيها تأخر كبير من الدوسري، لكن لسه 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 حمد الله، لسه لسه حمد الله. آها أهدرت هذه الفرصة، مادو في التوقيت السليم خلصها. الكرة بتعود من جديد لمصلحة الدوسري. النصر حتى الآن تحت الضغط، حتى الآن تحت الضغط، تحت الضغط. حمد الله قد يفك ذلك، قد يفك ذلك. الله لحالك قد تصنع الفارق. نعم هو الحالة يصنع الفارق. نعم شوف استلمها من وسط الملعب، راح من إيزيكيل، لعبها بيسرى، قريبة قريبة قريبة، والله قريبة يا حمد الله، قريبة يا حمد الله، قريبة، لكنها مرت. تغطية من عمر هوساوي، وصلت إلى الأمام، مرابط راح، مرابط راح، مرابط راح، يخلصها ولا لا، يخلصها ولا لا. حمد الله استلام، حمد الله مرور، دوخة دوخة، بيترو سلان، بيترو سلان، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أي دوخة، أي دوخة، أي دوخة، أي دوخة، أي دوخة. عز، عز يا ريداوية، عز، عز يا ريداوية، عز. أي تصدي هذا، هذا الحالة وقف ثلاثة، هذا الحالة وقف ثلاثة. شوف اللقطة، طبعا ما فيها تسلل لأنه قبل خط المنتصف، الكرة برابط راح فيها وسددها وأبعدها دوخة في الأولى، الثانية حمد الله. شوف هذه لعبات مدافعين، خلصها وبيتروس أبعدها بيده اليسرى. الله يا دوخة، هذا عز يواجه ثلاثة، عز يواجه ثلاثة في اللقطة الماضية. مقطوعة من عبد الرحمن العبيد، عادت إلى حمد الله، عادت ثلاثة على ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة. حمد الله وصلها إلى مرابط، مرابط لاعب على لاعب، بمر بمر بمر، مر من شويش، لعبها لمين، لعبها تأخر فيها، أرسلها عرضية حلوة ليحيى، فليحيى النصر، فليحيى النصر، فليحيى النصر. أي كرة وأي نهاية، أي نهاية. مرابط يأتي باللقطة بالعرضية إلى يحيى، ويحيى يسجل معها الثاني. قاتلة 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 يا دوخة. النصر يضيف ثاني الأهداف ويضمن النقاط كاملة كاملة كاملة. يحيى النصر، يحيى العالمي، يحيى الشهري. شوف اللقطة، شوف الكرة، شوف المرور، مرابط عدى من شويش، رجع فيه، أرسلها عرضية بيسرى، يحيى بالرأس، فلترتفع الرؤوس، فلترتفع الرؤوس. كرة رأسية ترتفع معها الرؤوس النصراوية. يحيى العالمي، الله على كرة من مرابط وعلى رأسية من يحيى. أي عودة يا شهري، أي عودة يا يحيى. عودة معها نقاط، عودة معها كرة قاتلة في شباك الرائد، في شوط قاتل فيه الرائد على كل شيء، ولكن النصر حسمها، حسمها يا مرابط، حسمها يا نور النصر. الكرة التي أوصلها إلى يحيى واللي براسه سجلها وارتفعت معها الرؤوس. الكرة وصلت إلى جهاد، الثواني الأخيرة من الشوط الثاني، كرة ملعوبة، سلام وتسليم، جهاد الآن مرور، عرضية أرضية، أرضية لمين؟ آه هنا يا فوزير قوية، وبراد جونز، براد
براد، الكرة تعود وتصل إلى براد، وأي براد، أي براد، أي براد، بأن يخرج النصر من مباراة اليوم بنظافة شباك، بكلين شيت آخر لنجم الشهر في بالنسبة لحارس المرمى المميز برادلي جونز. أيها الأحبة، أيها السيدات والسادة، تأتي الصافرة في مباراة كانت مجنونة حتى ثوانيها الأخيرة، كانت مجنونة وزادها جنون عز الدين دوخة، ولقطة مرابط ومحاولات حمد الله والفرص التي وصلت إلى دوخة. دوخة خلاص، صلي على النبي، مباراة انتهت، مباراة انتهت، صلي على النبي يا دوخة، صلي على النبي، خلاص المباراة انتهت. والنتيجة 2 للنصر، روي فيتوريا حقق النصر في مباراة اليوم، وعز الدين دوخة لسه غاضب على لقطة مرابط، وعلى أيضا ممكن بعض الأحاديث الجانبية اللي كانت ما بينه وما بين حمد الله، ما بينه أيضا قائد النصر عمر هوساوي. راح ما يكون مشكلة إذا راح ما يكون، لكن خلاص عاد يأتي اللاعبين أيضا العقلاء هدوا الموضوع، صلوا على النبي، خلاص مباراة حسمت وانتهت، وعز الدين دوخة غادر أرضية الملعب. والنصر أيضا أيها الأحبة، أيها الأكارم، ينهي المباراة بفوز بالتأكيد بأنه ثمين، وثمين للغاية للنصراويين. ألف مبروك لجماهير الشمس في كل مكان بعد هذا الفوز الغالي والثمين واللي حضر في الثواني الأخيرة من عمر المباراة. ألف مبروك حمد الله، ألف مبروك للنصر، هارد لك للرائد.